يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اخوان كيف كتشاهدوا معنا عميد كنترول لجمعيه جوهره سباته ضمن مسابقه تمانارت وايضا داخل فيدراليه مدينه الدار البيضاء عند الابطال الكبار اخوان الرصادي اللي كيحققوا واحد الانجاز كبير في هذه المسابقه. الرتبه الرابعه داخل فيدراليه الدار البيضاء والرتبه الثانيه داخل جمعيه جوهره سباته. كيحضر معنا هنا في عميد كونترول الاخ الحلا والاخ جامايكا والشقيق ديال جامايكا حتى هو ما نساوش والبطل ديالنا بوحيه اخوان وما نساوش البطل الكبير دينامو ديال مصطفى بوهو تبارك الله. شوفوني وغادي نبداو بعمليه كونترول الخوت بالنسبه للحمامه الحائزه بالرتبه الرابعه داخل الفيدراليه. اللهم بارك الله يسخر. غادي نبداو باول كلمه غنبداو عند البطل ديالنا خالد الرصادي غيعطيني كلمه الشعور ديالكم الاحساس ديالكم كما كتفوزوا بالرتبه الرابعه داخل الفيدراليه والرتبه الثانيه داخل الجمعيه. خويا خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله. مرحبا بالاخ بالعيد المتاكد الناطق الرسمي كبير الدار البيضاء الكبرى وكنشكروك على هذا التعب اللي كدير كتمر ما بين المنازل فين كاين يتوجوا الابطال. وبالنسبه هاد الحمامة هادي راك تحط في الديكلاراسيون تبان تزايجي على خلا الحمد لله وتوفقنا وكبرنا بالرتبة الرابعة داخل الفيدرالية. ونفس الحمامة هذيك المسابقة الفيتا وناغا ديكلارات الرتبة السابعة وعندها الرتبة 18 من تانوت هادشي كلشي في الفيدرالية تبارك الله اللهم بارك. وعندها ويتيام اسبي جون فيتاس هاد الحمامة هادي وان شاء الله وقيلا راه بروميير اسبيجون فيدراليه في المتوسط الصغير. تبارك الله اللهم بارك انجاز كبير ينضاف للجمعيه. ولعبه تاع البروميير اسبيجون بطبيعه الحال في الجمعيه. الله يسخر. ان شاء الله تعالى. باقا غتكمل بها خويا الروسه ديالك. لا باقا على حساب الجمعيه. بالنسبه للديكلاراسيون خويا الروسه ديالك كنتي حاضر هنا ولا كنتي طالع مشمش الفوق؟ لا انا كنت هنا. ها؟ في هذيك البلاصة اللي عندها واحد السكلية راه كنطلع لها كلشي تيبان تبارك الله اللهم بارك. وتيحضر معنا هنا في عملية كونترول الأخ الحلا والأخ جامايكا. قبل ما ندوزو عندهم غناخدو كلمة عند منير الرصادي المايسترو ديال اللوفت. الله يحفظك. قلنا شي كلمة اخويا. اول حاجة بعدا مبروك عواشركم وكنشكروك الأخ بالعيد على هاد التعب اللي كتعب معنا ومع جميع الاخوان والابطال وكتعرف الابطال على الصعيد الوطني او الصعيد العالمي او اللي بغيتي. خالد اورامي باش العيد الحمامه الثانيه هي راه هي هذه الحمامه الثانيه. تبارك الله اللهم بارك. الحمامه الثانيه فين هي الحمامه الثانيه؟ هي هذه هي هذه اللهم بارك. الرتبه التاسعه في الفيدراليه والرتبه الثالثه في الجمعيه. الثالثه في الجمعيه. الدوزيام في الجمعيه وهذه الثالثه. تبارك الله اللهم بارك. الله يسخر تبارك الله حمامه ممتازه اللهم بارك. هي هذه. وزيد في ذلك الله يسخر تبارك الله. غادي ناخذ كلمة عند الأخ الحلا حتى هو المراقب ديال جمعية جوهرة السباتة غادي يتكلم لنا على البطل ديالو اللي شرف جمعية جوهرة السباتة داخل الفيدرالية الدار البيضاء. خويا الحلا السلام عليكم. السلام عليكم أختي بالعيد. أول حاجة كنبغيو نهنئو الأبطال ديال جمعية جوهرة السباتة الإخوان الرصادي اللي حشينا لهم الرتبة الرابعة داخل الفيدرالية والتاسعة داخل الفيدرالية والرتبة الثانية والثالثة داخل الجمعية. مبروك عليهم في هذا الإنجاز تبارك الله والله يسخر لهم في باقي المسابقات. وشكر خاص لمرافقي الحمام اخ جمال الرصادي اللي كيغيب علينا في عمليه كونترول والاخ رفقي. الله يسخر الجميع. تحيه لي منهم من هذا المنبر. وكيحضر معنا الخوت الرجل المهمات الصعبه داخل جمعيه جوهره سباته اخ مصطفى بوهو غيتكلم لنا شي كلمه. تبارك الله السي بالعيد. تشجيع ديال الابطال ديالنا اخوان الرصادي. اول حاجه كنشكروا السي بالعيد على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها داخل الفيدراليه. كنتمناو لك مسيره موفقه ان شاء الله والله يرحم الوالدين على التعب اللي كدير. وحنا جينا متواجدين عند ابطال الرصادي لأبطال منذ القدم نهضروش عليهم تبارك الله ديما كيبرهنوا. وتبارك الله سباتة راه ولادة كتولد الأبطال. أبطال تبارك الله ديما حاضرين
ونتمنوا التوفيق لجميع الجمعيات ان شاء الله داخل الفيدراليه الدار البيضاء. اللهم بارك. كنشكرك اخويا الصرا. الشكر الجزيل للفيدراليه الدار البيضاء، والشكر لاصحاب الجو على هذه المهام اللي كيقوموا بهم، الله يسخر لهم. نتمنوا المسابقه تجي ان شاء الله يكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كنشكر الطاقم التقني للجمعيه جوهر السبات وايضا داخل الفيدراليه الدار البيضاء كاع الجنود الخفاء والسي بالعيد الدينامو الله يحفظك. شوفوني شوفوني ورئيس الجمعيه ديال جوهر السبات الاخ صلاح الدين الخنوت اللي ما كيحضرش معنا على حسب الظروف ديال العمل، ماشي مشكل. اخ بوحيه شي كلمه، احد الابطال كذلك داخل جمعيه جوهر السبات. نشكرك اخ بالعيد على المجهودات اللي كتقوم بها، ما عرف حقا اللي مدوزها، وكرا ابطال الروسه دايره من شحال هادي وما تبارك الله ديما كيبصموا وسط العداد ديما حاضرين تفك ما كتفكوش ديما داروا البصمه ديالهم. ماشي انجاز اللي جديد عليهم، تبارك الله راه كيشاهدوا احسن سلالات عندهم حتى هما، يلاه يسخر لهم. كنشكروا اعضاء ديال جمعيه جوهر السبات على راسهم السيد صلاح الدين الخنوس والسيد هشام بلوف واللجنه ديال الجو تاع هي اللي تبارك الله على اللجنه، تبارك الله كيتحملوا واحد المسؤوليه كبيره باش كينجحوا المسابقات والله يسر الجميع. هو الاخ العلالي والاخ جامايكا اللي بقينا دابا الاخ جامايكا ملفوفو ويتكلم لنا البطل الابطال الكبار اخوان الروس هذيك اللي شرفوا الجمعيه احسن تشريف. اللهم بارك خويا بالعيد، وكنهنئوا الناس بهذا الشهر رمضان المبارك سعيد، ومبروك على الابطال الفائزين الخمس الاوائل بالنسبه للكونترول ديالك، وبالنسبه للناس اللي من ورا الخمسه حتى للثلاثه راه كلهم زوينين، وكلهم حتى المية الاولى كلها راه زوينه. تبارك الله اللهم بارك. وحنا كنفرحوا مع الاخوان الروسادي اللي تبارك الله راه دائره الموسم لهذ السنه، لا من 2000 ومرا مولعين قدام ومواكبين تبارك الله المسار، ماشي بحال بحال كتقول ولا عاكيت تهرب على شي واحد قديم باقين مع الصغار، قال لك دوزوها مع اللي كانوا بغا يتبعوهم على يلاه بانوا يلاه بانوا غاديين معاهم. صافي صافي صافي. وكنشكروك على هذه الكلمه في حقنا، والشكر موصول مكتب الفيدراليه الدار البيضاء الكبرى ضروري، وخاصه مكتب الجمعيه الجوار السبت على راسهم السيد صلاح الدين الخنوس اللي ما تيتواجدش معنا، راك عارف مع التعب والصيام ديال المراتين على الشويه. وبالنسبه للاخوان ديال المرافقين الحمام كلهم كل واحد باسمه جميع الجمعيات واللجنه ديال الجو تبارك الله عليهم، هذه ثالث مسابقه والرابع تتم بنجاح ديال الفيدراليه تبارك الله عليهم جميعا، وهنيئا لجميع الابطال. بالنسبه خويا خليل بالنسبه لهذه المسابقه كانت شي تحضيرات استعدتي لها بما فيه الكفايه ولا ضروري ضروري ضروري؟ كاينش لونطريما بعدا هي الاولى الموضوع كيستعد لها، ما كاينش لونطريما الحمام هز كتافو ياك اغلبيه الاخوان العيد صافي لونطريما اغلبيه الاخوان حبسوا في صافي دابا لونطريما صافي. انا ملي كتولى 1100 لا فيتيس كيبان لي بلاش لونطريما باغي تعاون الحمام على حساب الروندمون باش انك تلوح الحمام كثير توقيت زوين قريب توقيت زوين هذاك الشيء اللي كاين. انا والثاني قلب عليها. بالنسبه للحمام كتصيفطو ثقيل خفيف؟ خفيف ديما الحمام خاصو يكون خفيف. هو ديما خاصو يكون عادي نفس البريباراسيون ديال 230 ولا 180 ولا 300 راه كيف كيف. ولكن على حساب الجو اخويا جواك ياك؟ الجو اقسم بالله كيتبدل على حساب الحمام في سجنته. هذاك الشيء كاين. الحمام بحال دابا كنشد بهذ الحميمه اللي عند مولير راه تبارك الله دابا ديبلومات الله يبارك تبارك الله اللهم بارك. الله يبارك الله يسخر الله يسخر تبارك الله اللهم بارك. خويا منير الحمام كامل جا باقي شي حاجه؟ باقي نوقي على شي خمسه اخويا. باقي شي خمسه ياك؟ باقي ما حسبتش. المهم هي في المكانه خاصين خمسه باش كنحسب كنلقى ديما مزقولين شي جوج واحد كيسالتو كيفاش كان الاحساس ديالك اخويا منير من علمتي بانكم راه قطريه فيدراسيون؟ حاضر كنتيش حاضر خويا خالد السلاله ديالو. خويا خالد بغيناك تعطينا السلاله ديال الحمامه الاولى. الحمامه الاولى عطيها ليه باش يتكلم لنا عليها. كيف قلت لك الاخ بالعيد الحائزه بالرتبه الرابعه داخل الفيدراليه الذكر بعدا عندها ثلاثه شواهد داخل الفيدراليه تبارك الله من 2018 اوناغا الرتبه السابعه، وهذه المسابقه هذه ديال تمنارت الرتبه الرابعه تبارك الله، وعندها ستيام اسبي جون فيتاس ويتيام ويتيام اسبي جون فيتاس وهذيك المسابقه ديال مينتانوت اللي احتلت الرتبه 12 اخت هذه اختها من بوما من بوما تبارك الله اللهم بارك. وبالنسبه للسلاله هذه راه معروف الذكر اللي عندي نيو بلو اس
اللي هو الجد ديالو اللي كيحتل على سبعة المرات البرومي سات فوا برومي سات فوا فين؟ ديال الزون فين كاين الهيربوت الهيربوت اقول برا تبارك الله 2000 و جوك خوا في 2011 2011 تبارك الله اللهم بارك والام ديالها الام ديال هذه راه 100% فاندنبورغ فاندنبورغ تبارك الله بالنسبه لهذ الحمامه الحمامه الثانيه الحمامه اللي احتلت الرتبه التاسعه في دراسه في دراسه هذه المسابقه هذه والثالثه في الجمعيه هذه بالنسبه للاب ديالها ديال الصديق ديالنا الاخ العجوري مصطفى العجوري مصطفى العجوري اللي تبارك الله تبارك الله من درهود اري جاكلين اللهم بارك تبارك الله على ممتازه تبارك الله هذه راه الاختيه ديال الانثى اللي احتلت الرتبه 27 في ميتينز وعندها سيسيام از بيجون في السرعه السنه الفريطه السنه الفريطه مرحله الفيتاس اييه والام ديالها الام ديال هذه راها فيها الهيرماس ديال الاخ صلاح الدين خنوس ملي كان مولع في سباسه هي فاش كان في كاتريم ايطاج مع الانثى فان جنبورك ديالي تبارك الله وكا ديك النسوه عندها شي ثلاث بريات هي الام ديال هذه هذا الشيء اللي كاين في السلاله والله يسخر الجميع بغيت نسولك واحد الملاحظه اخويا الروس هذه كاين اللي كيقول لك الدم القديم راه مابقاش كيعطي مابقاش كيعطي وماشي هو دابا راه بين تبارك الله ماشي بقى ديال الدم حساب حمام هذاك القديم فين كان؟ فين كان؟ واش كان عندك انت؟ بقيتي كتحسن في السلاله ديالك ولا كنتي شي بيرج بشي من شي لا شو شحال واحد كيقول لك راه الدم القديم راه ما بقاش خدام ولا دابا ماشي داك الشيء بقيتي مواكب مواكب الموجة كما كتشوف الموجة باش تولعها كيفاش تبني والله راه الله يسخر دخ دماء جديده بلوكي شتي ملي كتكون نعم اخويا بو ملي كتكون واحد الراسه جينيتيك زوينه انسان عام على عام خصو يمشي عند الناس اللي كيضربوا مزيان الناس اللي كيدخلوا الحمام مزيان ياخذوا بياسه وبدا يدخلوه في الحمام ديالهم هذيك هي النغزه الحمام كتعاود تنغزو سي تخدم معاه باش هو يعطيك راه ضروري جينيراسيون 4 5 وغادا كنشكرك اخويا مصطفى كنشكرو جميع الاخوه اللي كيحضروا معنا هنا في عمليه الكونترول جمعيه جوهر السباته شي ميساج اخويا خالد اخر كلمه واخر كلمه كنشكروا لجميع الاعضاء ديال الفدراليات ولا الجمعيات والشكر لك منصور العمل اللي كتقوم به والشكر موصول كذلك لمرافقي الحمام وحتى جميع المنخرطين سيرتو ديال جمعيه جوهره سباته كنشكرهم بزاف والاخوان اللي حضروا معنا الاخ بوحيه البطل الكبير اخ بوبو اخ الحله اخ طارق جامايكا والاخ ديالو محسن الاسلام وهذا هو اللي كاين والله يسخر في المسابقات المقبله ان شاء الله لجميع الاخوان ان شاء الله خويا بوهو وكنشكروا البطل خنوس صلاح الدين على واحد البادره اللي دار باديره قيمه في خارج سلالات المغرب تبارك الله راه برهنوا على الدراري تبارك الله تبارك الله راه كنتمناو ليه تاهو مسيره موفقه ان شاء الله وراه غادي في الطريق الصحيح وتبارك الله خدام بيه خنوس والله يسخر لجميع الابطال تبارك الله عليكم الخوت داكشي اللي كاين اللهم بارك اخر كلمه خويا منير شي ميساج شي تحيه شي كنشكروك الاخ بالعيد وكنشكروا لجميع الاخوه اللي حاضرين معنا هنا رجعوا باش يشاركوا معكم الفرحه راه كاترين فيديراسيون ماشي سهل اخويا منير راه ماشي سهل الله يحفظك اخويا 19 الحمام والحمامه ديالكم هي الرابعه امبوسيبل وكنشكروا المكتب المسير ديال جمعيه الجوهرات سباته ونشكروا خويا منير علي منير علي منير علي منير علي منير علي 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 تبارك الله عليك الخوت الله يحفظكم الله يعاون اخويا بالعيد والشكر موصول للطاقم التقني والاداري لجمعية جوهرة السباتة من مرافقي الحمام من اللجنة التقنية وجميع الناس اللي كيحبوا هاد الهواية هادي وهذا الشيء اللي كاين الخوت اللهم بارك الله يسخر تبارك الله عليكم الخوت الله يعاون تبارك الله عليكم